السلام عليكم أصدقائي، عن الله وعبيده سأتحدث هذا اليوم. أقول الله فكرة وليس بشخص نتحدث معه أو نتحدث عنه أو نفكر فيه أو ندعو له. هو ليس بشخص ولا حتى بكيان ولا بكينونة، هو فكرة حية في داخلنا، جزيرة نلجأ إليها محيطات هذا العالم، وآخر منطقة ممكن أن نتخيلها نأثر بها على الله هي في دول وممالك الدين والكتب الدينية، لأن الله كفكرة تأتاش على ضمير وجدان الإنسان الخائف أو المتأمل، وهذه الفكرة ممكن أن تصبح فكرة قابلة أن يبتز بها الإنسان في أعظم شيء يمتلكه. أنا أشوف أنه لا يمكن لإله صغير كان أو كبير، قديم أو حديث، أن نجد له أثرا في أروقة الدين. اذهبوا إلى أسوار أو اخترقوا أسوار رجال الدين العالية وادخلوا مناطقهم أو حصونهم، ما راح تشوفون هناك شخص يتحدث عن الله. هو أصلا مو محور اهتمامهم على الإطلاق. هو نعم موجود كمفردة وككلمة كاسم يتكرر أو يتردد، لكن موجود فقط حتى يمارس عمل محدد إلى سلفا. الشخص اللي استعمل هاي الكلمة أو المفردة وضع في إطار خاص جاهز للاستعمال والتوظيف، وبنفس الوقت أو الوقت نفسه لا يجوز لهذه الفكرة أو الكلمة أو الشعار أن يخرج عن إطار المرسوم إلى سلفاً أو إطار اسمه تحديداً، باعتبار أنه اسم إلهي أو الله، أنه الله بينهم في داخل حصونهم ما وراء حصونهم، هو مجرد تابع، بل هو تابع أشد تبعية من جميع التابعين الحقيقيين من المؤمنين أو من يسمون بالمؤمنين خلفهم. الله رأيي هو وجود، هو انفتاح، هو فيض تم حصره في زنزانة تدعى كلمة. الآلهة كما أرى لا توجد في معابد ولا بيوت ولا كتب ولا أثر لها بين الحشود العمياء مسلوبة الإرادة والعقل. هذه توجد كالآلهة، توجد فقط في فضاء الإيمان، وهذا الإيمان ما لا يوجد في الخارج، هو موجود هنا في الداخل في حشاشة القلب كما يقال، أو خلف شغاف القلب وخلف كل ما هو رقيق وجميل ونابض بالحياة. من يبحث عن الله حقا لا يذكر حتى اسم الله، بل أن الكافر هو من ينطق باسمه. حتى نفهم ليش أنه من ينطق بهذا الاسم هو شخص يريد، شخص حول الله إلى شيء مفارق له ومختلف، وليس فكرة تعشش داخله وهو بحاجة إليها. الآلهة كما قلت لا توجد في المعابد، والسؤال هو كيف نأثر على الله. الله كما قلت هو ليس بشيء ولا حضور ولا شخص ولا حتى مكان للعبادة. الله ممكن نقول هو أشبه بالهواء. هل هنالك إمكانية أن نصف الهواء؟ هل إمكانية أن نشرح للآخرين ما هو الهواء؟ الحياة نفسها هو الله، لكن مو الحياة هاي اللي نعيشها، إنما الحياة اللي نشوفها ونشعر بها وهي تعيش وإحنا معها نعيش، يعني بما فيها حياتنا نفسنا، هي هاي الفكرة. الله هو موجود في هذا الإطار الذي نحن جزءا منه وليس جزءا حالة منفصلة عنها. هذا الإحساس الفائق والتعالي عما نحن فيه والتفرج عليه من الخارج قدر المستطاع أو تأمله هو نوع من الانفصال عن الداخل ومراقبة الذات والنفس والسباحة حيث لا مكان ولا زمان.
لهذا أشوف أنه هذا مسكين اللي يقف حتى يصلي أمام ربه. بالحقيقة هذا ما يصلي، هذا لا يصلي لإله الوجود، إنما يصلي لإله الجماعة، إله السلطة، إله القمع والبطش والصوت والعنف والخوف والرعب. هذا الإله اللي إله الجحيم، إله هذا الإله اللي يصلي إلى وهو إله مماثل تماما لشخصية الكهنة أو رجال الدين، وسأشرح هذا لاحقا. طاعة هذا الإله اللي تحدثنا عنه، إله الخوف أو التخويف أو الرعب، هو هذا أول شيء يطالب به كما تلاحظ. أول معلومات هذا الإله هو أن يطالب بالطاعة والامتثال لما يطلبه السجانون، يعني هذا العبد الذي يعيش أو الذي يقع تحت رحمة هؤلاء يطالبونه أولا وآخرا دائما بالطاعة، وهذا هو بالضبط ما يطلبه السجان. السجان دائما هم يسمون أنفسهم رعاة ورعية، رعاة ورعية أو راعي ورعية، ولي أمر ورعية. فإذا هذا الطلب يوضح، يعني ينطي الشكل العام أو الفريم أو الإطار العام اللي يدور بكل هذه اللعبة التي انطلت على الناس جميعا بسبب قلة حيلتهم أولا، أو جهلهم ثانيا، وثالثا عدم رغبتهم بإثارة المشاكل والخروج على الإيقاع، ورغبتهم بأنه يتبعون كما يسمى يتبعون رغبة القطيع ولا يفرقون كلمة الجماعة. أنا بالضبط يعني كل الناس يحاولون دائما يتجنبون المشاكل، وعندما نجد هناك سلطة كبيرة تتحكم بنا فما أمامنا غير أنه ننقاد لهذه المسألة أو نتمرد، وبالحالتين إحنا راح نضرر إما نفسياً وإما اجتماعياً وحتى جسدياً. فهذا الخيار العام للناس هو دائماً ملاحظ به، لكن لابد أن نفهم بأنه فكرة الله تم تشويهها بشكل كبير جداً، وليس الله الذي نسمع به ليس هو الإله الحقيقي الذي أو الفكرة الإله، إنما فكرة سرقها رجال السلطة والدين والحكم والطغيان. هؤلاء سرقوا هاي الفكرة الموجودة في قلوب الناس، وهم اللي اخترعوها وابتكروها كما ابتكروا كثير من الأشياء الأخرى، كلها وظفت وسرقت وجيرت لصالح رجال السلطة والدين، وهذا طبعهم من زمان. حتى كلمة الدين نفسها أيضا مسروقة، وهؤلاء سرقوها وجعلوا أنفسهم رجال الدين. يعني لا يوجد شيء في أي مؤسسة أو منظومة دينية غير مسروق وغير منهوب وغير مستعار ومستثمر أو مستلب من وجدان ومشاعر الجماهير أو الناس عامة. الدين ككلمة تمت سرقتها من قبل 2000 سنة، وأصبحت كلمة مخيفة مرعبة، وهناك رجال يحرسونها، وهناك أمم وشعوب ودول تقوم وتقول الدين هو مشروعنا الأول والأخير، بينما في الحقيقة الدين هو مسألة خاصة بكل إنسان، لكن سرقها فكرة. يعني حتى كلمة العلم أو مفهوم العلم أيضا سرقوه رجال الدين، لا ادعوا كل شيء، ادعوا أنهم العلماء هم الأطباء هم ما خلوا شيء، كل شيء هم. كلمة الدين مسروقة، حتى الله نفسه، فكرة الله، فكرة الخالق، أي جميع الأشياء، أي شيء ببالكم موجود داخل الدين هو مزيف. الكلمة الحقيقية الوحيدة داخل أي دين وأي مؤسسة دينية هو السلطة والجبروت والطغيان، أي شيء آخر هو مجرد توظيف لهذه القضية. وبدليل عندما نشوف أنه جميع الأديان خاصة التوحيدية الشمولية، أقصد الأديان المؤسساتية وليس الأديان يعني الشعبية أو القديمة مثلا، لا، هاي الأديان المؤسساتية أول شيء يطالبون من الجميع هو الطاعة ثم الطاعة ثم الطاعة، أي السلطة والسلطة والخضوع والامتثال من قبل الجميع، هذا المطالب دائما. ووظفوا كل شيء من جانب، شنو يحتاجون جابوه، ولذلك شوفوهم متناقضين بشكل غير طبيعي، يعني أي شيء جيد جيبوه نحتاجه ننمع بصورتنا، أي شيء سيء أو كذا أو لا يتقبل
ممكن أي شيء، المهم الطاعة ثم الطاعة، الهدف الرئيسي الطاعة، وما ما معنى ما وراء ذلك من ثروات ومكاسب واستغلال واستعباد للناس ونهب وسلب، وهذه الظاهرة موجودة يعني ليست بالسر. نعرف أنه الأديان عبر التاريخ كانت هي يعني كلمة الدين هي كما قلت هي غير حقيقية، هؤلاء كلهم ناس تجار دين، والحقيقة ليست تجار دين، هم سرقوا كلمة الدين. الدين هو كما قلت الموجود بين الناس، هو هذا الشيء الحقيقي، لكن هؤلاء سرقوا الدين كبيرهم وصغيرا من قديمهم وجديدهم. لا استثني أحد، يعني كل شخص يدخل مؤسسة دينية أو يقود مؤسسة دينية هو مشمول بهذا الكلام، وهو جزء من اللعبة، سواء عن حسن نية، عن جهل، عن معرفة، عن دراية، هذا بحث آخر. يعني لا أتهم الجميع، لكن أنا أقول هذا النتيجة النهائية لوجودها على رؤوس هذه المؤسسات، هم كانوا سبب رئيسي لتشهير الناس وتدمير مصالحهم، وجعلهم يدفعون ثمن باهظ لمعتقداتهم بدون أي مقابل. من هنا فأنا أقول أن كل من يتخلى عن هذا الدين الذي يشيعه الكهنة يجب أن يحتفل، أن يفرح بأنه تخلص وتحرر إلى الأبد من هذه السطوة القاتلة الغاشمة، حرر نفسه وروحه. يعني أنا أقول أن الله اللي يستحق اسمه لا يطلب من أحد أن يتخلى عن ذاته، لأنه هو لأن ذاته هو الإنسان، هو ذاته موجود الله فيها، والله بأي معنى كان، يعني لا أتحدث عن وحدة الوجود وما لا، المهم الله هو فكرة موجودة بداخلنا، يعني هذا الشيء لا نقاش فيه، فهذا لأنه داخل الإنسان، ما دام الفكرة داخل الإنسان فهي موجودة إله ولصالحه، هذا الشيء علينا أن نفهمه. والوجود يعني الله، إن لم نوجد نحن فلا ما معنى وجود الله، لا معنى، نحن فقط نفهم معنى هذه الفكرة، والله نفسه لا، يعني ما معنى وجود الله بدون وجودنا؟ فهذه المسألة متراكبة. فإذن فكرة الله هي فكرة إنسانية، سميها ما تشاء، سميها روحانية جاية من الغيب، جاية من قوة خارقة، مو مهم، المهم إحنا الله كفكرة موجودة بداخلنا ونحترمها ونضع لها أهمية كبرى، لأن هي من خلالها إحنا نعبر عن ذاتنا وشخصيتنا. الذات من هنا والجوهر والله هم جميعا حزمة واحدة لا تنفصل. وظيفة الدين الشائع ما هي؟ أو دائما الأديان الشائعة والموروثة دائما هي فرط وشائش هذه الحزمة، تدميرها وسحقها، والمتاجرة بكل وحدة من أتن على حدة وحسب حاجة السلطة ومطالب أو أغراض رجال الطغيان أو الأديان عموما. هذا المهم، مهمتنا أن نبقي هذه الحزمة موحدة، أي الذات والجوهر والله والنفس وروح الإنسان تبقى واحدة، وعدم التفريط بها لصالح شيء اسمه دين. هذا القضية الأساسية، بقاها موحدة هو راح يقفل جميع أبواب المعابد والحكومات والأديان والكهان بأسرع ما يتوقع. فقط نتوقف عن دعم هذه الجهات وننتصر لله الذي تم خطفه وسجنه وحتى جعله ينطق بما لم ينطق. من هنا أنا أشوف فكرة العبادة بأي شكل كان هي وصفة غباء، وصفة غباء حقيقية. التقي العفيف هو اللي ما يسمح بالتفريط بهاي الحزمة الإلهية الموجودة داخله والمنذور أو هو المفطور عليها، لهذا هو ما يحتاج صلاة، لا يوجد هناك أحد يصلي له، هو أنت وأنت هو، مسألة فردية خالصة. بس أنا ما أقصد أنه على طريقة الحلال ما في جبتين إلا الله، لا مو بالضرورة، أكو شيء آخر، يعني أنا أقصد الطريقة، كل واحد من عندنا طريقته اللي يجد بها هذه الفكرة العظيمة بداخله، وفقا للطريق أو الأسلوب أو يسمونه تاو على النمط الصيني، وهذا اللي أنت تجد نفسك غارق به، عليك أن تتبع هذا الطريق وتكتشف
تكتشف أدغاله وثرواته بنفسك. والسبب أنه كل ذوات ذات الإنسان لا نهائية، لا يمكن حصرها في بطريق واحد، لا تستطيع أن تحصر الإنسان في خانة واحدة. وهذا معناه أنه الطرق اللي يصير بها كل إنسان هي لا نهاية. من المستحيل بالتالي أن يوجد أي دين موحد ولا وجود إله واحد. الدين بالتالي مجرد يعني يسرق الفكرة ويقدم لك قوالب جاهزة مخصصة فقط للعجزة أو تم تعجيزهم وتجهيلهم وجعلهم كسالى خاملين ومنافقين بشكل عام، والهدف أن يتبعوا نصائح ومواعظ رجال الدين ورجال السلطة بأي طريقة كانت، مهما سواء كانت طريقة أخلاقية أو غير أخلاقية. دائما يطالبون بأن يفوزوا بالسلطة والسلطان على الآخرين مهما كانت الطريقة، تقتل، تسلب، تنهب، تكذب، افعل ما تشاء، المهم طاعتهم وأوامرهم مجابة. وهذا مليون دليل عليها، يعني ما يحتاج أن ننظر بها وأتحدث. عدد المتملقين راح ينفي ويقول لا ولا ولا، هذا معروفة يعني. بالتالي لا وجود إمكانية نشوء أي حوار مع الله أيضا، يعني هذا يعني لأن الله مو شخص تحكي وياه وتتخاطبه، ويعني هاي مسألة محسومة. وحتى أنت كإنسان عندما تخاطب شيء أو عندما تحاول أن تتصل مع الذات الإلهية أو الفكرة الإلهية، أنت ذات، أنت تفرد، أنت روح، فما ممكن يكون هناك حوار بين روحين أو فضائين، فضائين فضاء واحد مشترك. أنت موجود ضمن العالم، أنت لا تستطيع مثلا أن تستغني عن الهواء. الآن أنا ممكن ثواني إذا ما أتنفس أنتهي، فأنا موجود، الهواء جزء من عندي، يعني أنا الآن أتنفس وأتحدث معك، هذا التنفس هذا إذا ما أتنفس ما أعيش، يعني خلال ثواني أنتهي، وأنت أيضا وجميعنا. فإذا هذا الشيء اللي يدخل من العالم الخارجي أو العالم الذي نعيش ضمنه هو موجود داخلنا ونعيش من خلاله. إذا نحن عملي، إحنا نحن يعني أكو مصير مشترك بيننا، أكو حالة تكامل. عندما حتى يقول عندما ينقطع النفس أو النفس الإنسانية، هي النفس من النفس والروح من الريح، حتى هاي المفردات هي لها علاقة بهاي المسألة اللي أنا أتحدث عنها، بأنه إحنا حالة متكاملة ونخلق فضائنا المشترك مع الله أو فكرة الله وفكرة الروح أيضا بالمستوى نفسه. أنا أقول هذه الرغبة هي الرغبة بالاتصال بالله، هي اللي ما أسميها حب أو أسميها تعلق أو أسميها شغف، أسميها إحساس بالارتباط بشيء خارجنا، يعني مو بالضرورة ارتباط في زاوية، إنما حضور، مو مسألة ميكانيكية وأن تقف وتصلي وتؤدي حركات معينة، لا، هي مسألة حضور، أن أنت مجرد تشعر بحضورك أنت انتهى يعني خلاص. أما أن تمثل دور الحضور في جماهير في مجموعة بينات، فهذا حضور قطيعي راح أتحدث عنها لاحقا. كل ما تفعله الأديان أنها توهم من تسميهم بعبيد بأن هاي الحزمة منفصلة، كما قلت أن الله في مكان وكل ذات منهم في مكان، وأن على كل ذات من هاي الذوات أن واجب العودة إلى الصراط، أو ليس إعادة الاتصال، يعني كأنما أكون مخطط أنت لازم تمشي عليه، وهذا المخطط يضعه رجال الدين وتستشيرهم، يعني أنت مثلا هل يجوز أن تدخل بالقدم اليسرى أو اليمنى في المكان الفلاني، أو هل تقول كذا أو لا تقول كذا، هل تسلم على جارك أو لا تسلم، هذه التفاصيل، هل تلبس هذا الثوب أو لا تلبس. فهذا الصراط يعني مو يعني شوف كيف يمتهنون روح الإنسان وشخصية الإنسان ويحاولون إلى مجرد آلة تتبع إرشادات وتضع مخطط، وأقصى ذكاء أقصى ما تصل من الذكاء أن تدقق في دقة تطبيقها للتعليمات. هذا شيء مخزي، وأنا أعتقد التاريخ ما راح
يرحم هؤلاء اللي يلقنون الناس بهذه الطريقة ويحولوهم إلى مجرد يعني أعضاء في حظيرة يعني أتعفف عن أقولها يعني. والحظيرة تعرفون شو هي يعني، ما يحتاج. الفكرة أن الأديان مشاريع استثمارية. أنا ما أتحدث عن الأديان عموما، بس أتحدث عن الله فقط، لكن لابد أن أصل إليه لأنه الله هو مختطف فقط بالأديان. فأقول بأن الأديان هي مشاريع استثمارية خدمية بالضبط، مثل ما هي مثل قطاع السياحة مثلا والمطاعم والفنادق. وأصلا هي وجدت يعني فكرة وجود الأديان منذ البداية هي لكي توفر للإنسان الذي لا يعرف ما هو الصح والخطأ، الذي لا يعرف كيف يتصرف، اللي ما زال طفل غير أو مراهق يحاول أن يكتشف العالم ويجيد أصول الحديث مع الآخرين وما هو ويعرف ما هو الباطل ما هو الحق ما هو يعني يعرف طريقة، بس مو معناته يستعبدوه بعد ذلك يستغفرون هذا الموضوع. هذا اللي صار بالفعل، إنه بدأوا هؤلاء يستغفرون الناس ويستعبدوهم بحجة التعليم والتربية وبالتالي علموهم على الطريقة كيف يكونون داخل حظيرة، أنه ما واجبك وحيد أن تتبع وتطيع وتطبق التعليمات، وإلا فأنت يعني توسع الموضوع معه، ستعذب وتكوى بالنار وما إلى ذلك من هاي القصص يعني قصص الرعب. أنا أقول إنه إذن مشاريع من الدين هو كان منذ بداياته مجرد يقدم خدمة للناس، ولهذا السبب احتفظوا الناس بفكرة جيدة عن رجال الدين، وما زالت هاي الفكرة موجودة، لكن هم الآن شوهت. الكل يتحدث أنه هنالك دين حقيقي ودين غير حقيقي، لكن الكل يجمع لأن رجال الدين ليسوا لا يمكن أن نثق بهم ولا يمكن احترامهم ولا يمكن أن يكونوا في منصب يقود الناس، لكنهم مجبرين، ماكو بديل غير هذا. وهم لأن رجال الدين أصلا سرقوا الله وسرقوا المجتمع وسرقوا ثرواته وصهيمنوا على كل شيء، فما عادتهم خيار أنه أنت مثل مختطفين داخل المجتمع وهؤلاء يسيطرون على كل شيء، وما علينا إلا أن نتبعهم وإلا فنلاقي الأمرين. فهو أشبه بشخص يعني حتى أوصف الصورة أفضل، رجل دين أشبه بطباخ ماهر أو مو ماهر والله الطباخ، وهذا طباخ ماهر للمأكولات غير اللذيذة، المأكولات السامة التي تبدو من اللحظة الأولى جيدة لكنها بالحقيقة نتائجها وخيمة جدا. هذا طباخ ليس للأكل، لكن الطباخ للأفكار والأساطير المزيفة التي تعمل لصالحه هو وليس لصالح الناس ولا يراعيهم، بدليل أنه الناس ما لا يستفيدون بأي شيء من أي دين، أنهم مطيعون فقط بدون أي مقابل، المقابل فقط بالآخرة. لا تجد أي فائدة لأي دين، لا عالجوا فقر لا عالجوا، بدليل أنه ما يعني ما تشوف أنه الدين ما بي أي فائدة، أنه كل ضرر في ضرر الناس وتكاليف بعض على الناس، واجبات فروض، يقدمون مبالغ لرجال الدين، يقدمون نسبة من أموالهم، يقدمون هدايا، كثير من هاي التفاصيل، هاي كلها تكاليف باهظة مقابل ماذا؟ مقابل لا شيء. يعني لا ما عالجوا أي مشكلة، بالعكس عندما يقولون أكو مشكلة لرجال الدين يقولون لا هذا إحنا ننصح بس أنتم ما تسمعوا الكلام، المشكلة بيكم، ويحسسون بعقدة الذنب. فما يعني أعطوني فائدة واحدة لوجود رجال الدين. أنا لا أتعرض أكون رجال الدين طيبين، لكن هؤلاء ما ماخذين فرصتهم يعني أو مهمشين بطريقة أخرى. المهم أقول إنه هذا الطباخ رجل دين طباخ للأفكار والقيم الفاسدة التي تعمل في خدمته ولا تعمل في خدمة الناس وخدمة من يتحالف معه ويمنعه سلطة على سلطته. هؤلاء هم سبب مشاكل. وعندما تلاحظ أن كل بلد أو شعب يهيمن عليه رجال الدين يزداد بنسبة الجهل والمرض والفقر والتشرد وكل ما هو سيء.
يعني هذا الطباخ مشكلته وين؟ مشكلته أنه يجبر الزبائن على تناول أكله العجيب الغريب اللي ما بي أي يعني ولا. والهدف مالته شنو؟ هدف يخليهم أنه يوميا يجبرهم على هاي الأكلة، يكرر مثلا يخليهم يكرر على مسامح مايات وكلام وتراتيل وقصص ومواعظ هي نفسها، حتى تصبح أنه هذا غذائهم الوحيد المعتاد، واللي ما يتخيلون بالحياة أنه هنالك شيء أكثر يعني لذيذ مثل هذا الطعام. فهذه هي اللعبة يعني مفهومة. بعدما أنا أستغرب عندما يتحدث مع أحد ويرد يقول لي أنت كذا وكذا وكذا، هو يردد لي كلام ما لفهم، يعني هو اللي متعود عليه، لأن هم مطبوع ريكورد، يعني أكو يعني أكو اسطمبة على دماغه تعلم على هاي الكلمات وبدأ يكررها تلقائيا بدون أن يشعر. هذا الشيء هو اللي يعني يخلي واحد يعني ما راح أتحدث عن هالشخصية. هذا قلت إنه طبيعي إنه الإنسان يأكل من هالأشياء وما فقد القدرة بعد على التحسس والتذوق، ما عنده قدرة على أن يتذوق أي طعام آخر، حتى لو الناس كلها بالعالم قالوا إنه هذا الشيء طعمه طيب وجيد. مثلاً ذكر حسب الطرفة ذكر إنه الطماطم عندما اكتشفوها بالقرن 17 بأمريكا الجنوبية وجابوها لأوروبا يعني اعتبروها ثمرة الشيطان لأن لونها أحمر وفترة طويلة، فما متعودين عليها وما موجودة بنص ديني إنه طماطم أو طماطة. وأيضا وصلت لهاي مناطقنا أيضا، مثلا أيضا الدراجة اعتبروها حصان الشيطان وهكذا. فهم يعني دائما يرفضون أي شيء خارجهم لأنه إحنا متعودين والناس تطيعهم، لأنه الناس تعلمت ما عندهم غذاء آخر روحي أو يسمونه أو قيمي أو أخلاقي أو ديني غير هاي الأشياء اللي تلقنوها وتعلموها من هؤلاء. فبالتالي هم أوتوماتيكيا يستجيبون لرأي وكلمة رجل الدين، ما عندهم بديل يعني شو يسوي. فهو يقول له أنه هذا يعني هاي الأكلة طيبة، فهو صار له 20 سنة يأكلها، أو هاي الفكرة هذا خير وهذا شر، فهو صار من طفولته والناس كلها تقول إن هذا خير وذاك شر. بالحقيقة هو يعني ناصر أو يسير في طريق هو تعود عليه لا أكثر ولا أقل. مشكلة رجل الدين دائما إنه وين هنا تتضح إنه ما يستطيع اعتراف وجود آخر، لأنه هو دائما قلق قلق من إنه هاي حصته من الناس والأتباع، ممكن أي شيء جديد خارجي يسرقه من عنده وبالتالي يعني تجارته تخسر. وهذا موضوع إيش من رجال الدين قاطبته، يعني هو كحاله هو إنسان مثله ومثلك، يعني هو يريد مصلحته يعني ما عنده شيء آخر، فهو هذا حرفته وهاي مهنته. فبالتالي هؤلاء يعني حتى نوضح المسألة إنه هؤلاء سرقوا الله، سرقوا الناس، سرقوا ثرواتهم، سرقوا عقلهم أيضا وهذا أخطر شيء، وسرقوا قدرتهم على النقد وحرموهم من كل شيء تقريبا. فهذه يعني هاي وحدها ما يحتاج لفصل. أنا حتى ما أبتعد عن موضوع الله، أنا أقول إنه كل الفرق بين رجل دين وآخر هو فرق في قدرة كل واحد منهم على الابتكار وإيجاد حلول جديدة باستعباد الناس، وهدفها بالنهاية كما قلت سحق ذوات الآخرين وجعلها تابعة لذليلة ومستحقرة له. وهذا ما يتحرك يعني ما يصير ما يتحقق إلا باختراع الإله المناسب. لهذا تجد إنه الإله دائما يتصف بصفات رجال الدين. أعداء رجال الدين يعني أعداء رجال الدين هم أعداء الله، وحتى آيات موجودة إن عدو الله وعدو يعني موجودة، يعني أنا ما أشك في المسألة، لكن هي هكذا إنه أنا لا تستطيع أن تقول الله تفصل الله عن من يخترعه، لا تستطيع أن تقول الله أو الإله المسيح هو ليس إله، هو يعني لو إله لو مسيح، ويعني حالة متكاملة، لا يوجد إله خارج المسيح ولا يوجد مسيح خارج الإله. فإذن هو مرتبط بالإنسان أو الإنسان الذي يعني موجود على الأرض مثلي ومثلك يعني. وكذلك الحال مع موسى، النبي موسى، النبي موسى أيضا هو والموسوية واليهودية هم هو حالة واحدة. لا تستطيع أن تقول أنه موسى ليس أنه هناك يهودية بدون موسى، لا تستطيع، ولا تستطيع أن تقول هناك إسلام بدون محمد،
يعني انت راسا تقول اشهد لا اله الا الله انا محمد رسول الله، حاله متكامل. يعني الله خارج اطار الاسلام، ليس بالله، مو الله، لا يعترف به، مرفوض. فاذا لا يوجد اله خارج الاسلام، هناك محصور، اكو احتكار خاص للاسلام. كل شخص خارج هذا الاطار هو ليس بإله. اذن الله محدود وليس مطلق وثابت. هاي صراحة أوضح أيضا. الله بالنتيجة هو ما أنت عليه، هو كل ما في الأمر إحنا ما نعرف الطريق إليه، وكما يبدو ما راح نعرف الطريق إليه نهائيا. وهذا أيضا سر عظمة الله، سر عظمة هاي الفكرة، إنه ما راح نوصل للنهاية، ويبقى دائما أمل وحلم وهدف.